شاتان استنى شوية باي لابيي بتاتر ان شوميز اي ان بانتالون قيو 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 قيو. وجا محمود وبدا فيلم اشباح للستوديو. محمود لا ستار نو عالسلامة سافا هاك مليح حتى مي سي با لا ميم شوز سي با كاع كيفاش كنت نتخايلك ها عاود خلاص هاي الاستوديو هذا ما نحبش نخدم فيه ما سخانه ومن طون فيه دوك الناس فيه دوك الناس دي فوا يصرى واحد العفايس في الاستوديو هذا نخاف سنو دقيقه معليش شو دقيقه واش كنت تهضر دوكا مني انا محمود حمر لا 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 ماشي على هادي شو كنت تهضر على الناس اللي ساكنين هنا عليك لا لا صحتك هاي سلام شرب لا سلام مرقي مليح الحمد لله واش نسيت بو عند ولا ميش بو دوك نبدا دوك نبدا ان شاء الله كاين شي واحد ولا غير حنا والعباد هذوك هذوك ماشي هذوك مني انا محمود حيمر ومن فريق عملي برنامج نقاش جري اهلا بكم عاشقتي الفن منذ الصغر تربت في عائله فنيه حملت لقب ملكه جمال الجزائر شاركت في عدة مسلسلات على غرار نسم لحسيتي إنها الفنانة المعروفة والقديرة ريم غزالي مساء الخير أخي محمود يشرفني اليوم بتواجدي معكم عبر قناة عبر تلفزيون النهار ومعك في هذه الميسيون الجميلة محمود بدأ بالاتهامات الخطيرة تاعو ريم درتي أزمة ريم تخليتي على الهوية الجزائرية ريم وريم ودرتي 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 شوفوا معنا تعود انا كي الجزائرية لا طبعا لا هذه ما نسمحلكش تقولها لي لا نشوف يعني انه اغلبيه كلامك لا يعني طبع عليه اللهجه اللبنانيه واللهجه الشرقيه لا ما هذا لا هذه لهجه بالاخر احنا عرب قبل ذلك احنا لا 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 طبعا لا هذا كلام كبير هذا كلام كبير بالعكس لازم الواحد يقول انا نهضر بالجزائريه وجزائريه ومليون مره جزائريه متكبره مغروره ريم غزالي في بعض الاحيان ربما انها ما تردش على المعجبين نعم ايش رايك هذا كلام خاطئ جدا والحمد لله الناس اللي تعرفني انسانه نرد على المعجبين تاعي حتى صار انهيار يعني دخلت المستشفى من وراء تما نهضر في التليفون ونسي نراضي الجميع ونسي نتواصل مع الجميع حتى صاري انا انهيار في اعصاب حتى دخلوني المستشفى تجربتك في ستار اكاديمي ربما التجربه اللي كانت لي بالنسبه لك ناجحه وبالنسبه وواجهتي فيها عده انتقادات وانت تعلمين ذلك ريم غزالي 6 مرات نوميني هاد الهضره من 6 سنين انا نسيتها لأنك ربما 6 مرات عندك قول أنك وضعت الجزائر في أزمة في تلك اللحظة في أزمة الحمد لله الجزائر على خير أزمة مالية يعني لا مش أزمة مالية الجزائر بلد غني والجزائر يعني عائلات طلقت وهناك عائلات لأنه نعم هناك عائلة كنت قريت في الجورنال عائلة من العائلات طلقت ما نبيش أنك تقرأت هذه الجرائد جريدة الأبار جريدة ثقافية يعني ما تعرفيهاش ما نعرفهاش والله للأسف لا شيء نروح نشوف هذه الجريدة كان عندي الغنية اللي درتها للفريق الوطني نسي غنيتها وجازت له لكن صورتها في يوم واحد هاو المشكلة يعني طبعا وعلى الكليب يتصور في 10 أيام كان لازم تلقت كل شيء كان عندي برنامج تلقت كل شيء جيت يومين نطلقوا في الجرأة ريم أوكي فضل. علاقة ريم بسيف الإسلام القذافي ما عندي حتى علاقة ليه علاقة ليست غريبة الحوار معك لا أنا حس روحي علاش يعني طبيعة نقاش يعني كونك لا ما كاش مشكلة خذ راحتك أنا راني يعني تعرفي الإعلام في الجزائر وتعرفي الإعلام قبل أن نوصلوا لدينا اتصال نربط اتصال نعم ألو نعم مساء الخير مساء الخير معنا ريم وضيفتنا اليوم ريم مرحبا بك يا الغزالة البيضاء الحمد لله وانا نحبك بزاف يا ريم الله يحبك من وين حضرتك صورت لك انديفينيتيفمون الله يحبك ميرسي بوكو كنت اكاديمي خليتيني ولا غير سمحوا لنا قلت لك درتي الجزائر في ازمه وضعتنا الجزائر ميرسي بوكو
كي جبت لنا هذه المره ريم. الله يحفظك ريم، بون كونتينياسيون. الله يحفظك، ميرسي بوكو ريم على اتصالك. يعيشك. الله يحفظك. شكرا، يعطيك الصحه على حسن ظنكم يا رب. علاقه ريم بجوزيف عطيه علاقه صداقه. لماذا اولت؟ لانه صديق قريب مني. يعني ما طلبش منك الزواج؟ لا. جوزيف عطيه نجم ستار اكاديمي 3 صرح في احدى الجرائد اللبنانيه وقال فعلا الابرار هذه لا جريده لبنانيه، جريده لبنانيه، قال فعلا انا مغرم بريم غزالي. ايه لكنها كانت معي. اوكي ما داعي يعني. طبعا هذا مش تصريح جوزيف. ريم راني نحرش، راني نحرش فيك ولا باسكو ما كملتش لا فراس تاعك؟ علاش ما كملتش؟ باسكو كاين كلمه ما يسمحليش نفسي انني نقولها. المفروض انتم محضرين اكيد محضر البرنامج وكنت حاط نفسي باش نحكي مع واحده جريئه، ولكن لقيتك مراكي جريئه. ماني نقول لك لا بغيتي. تنازلت على أنا جاوب قلت لك سيف الاسلام كتبت عليكم شحال من جريده سيف الاسلام و يا اخي هادو تصريحات انت راك تقولهم. انا نقول لك ما كان والو. مثلتي طفوله ولا ما مثلتيش طفوله؟ طبعا. من كان وراءها سيف الاسلام؟ لا. خرمك سيف الاسلام؟ لا. شفت تصورك مع سيف الاسلام وقذافي؟ كنا معزومين. وقال انه ما قال ريم حتى حاجة. ريم غزالي اخذت مني شيك بقيمة والله العظيم هذه الاخبار يسمحهم غير عندكم والله العظيم. ماكش تبع ريم. ما فهمتش علاش راك منرفي. انا منرفي باسكو نرفيتيني. لا لا ما لازم صحاب الناس تضحكي لي، تضحكي لي في وجهي بواحد الضحكه ما عجبتني. لا لا بالعكس، انا جي بونفي نتشنجو في الحوار، ما في داعي. علاش انا لازم نتشنج؟ انتم عرضتوني نضيفه عندكم ولا جينا نضرب؟ وانا محمود حبيتك من اول ما شفتك. حبيتيه هي سعدك يا محمود. هكا والله العظيم انت اللي هكا حوسه. انت تحبي الناس كامل من اول نظره؟ لا لا. حبيتيني كيما جوزيف عطيه ولا؟ لا لا. صلى يمكن نشوفوا الاتصال؟ بيان سور. ودركا جا دور رياض بن عمر اللي تعرفوه بتقديم الاخبار، لكن هذه المره حب يوقع ريم ويمثل دور الزميل في ستار اكاديمي اللي دات له بلاصتو. مساء الخير. برنامج نقاش جريء. نعم. يعني هلا قريت بالتلفزيون انه مستضيفين عندكم ريم غزالي مو هيك؟ نعم. ايوه معك سامر عساف شاب جزائري مقيم بلبنان وهلا انا بالجزائر 25 سنه. مرحبا بك. مساء الخير ريم. مساء النور. اليوم انا تلاقيت انا وانت ورح اقول لك حكي قدام العالم كله. انا كنت الجزائري الوحيد يلي انقبلت بستار اكاديمي 3، بس بصراحه واولى هلا قدام العالم انه ريم هي اخذت مكاني. لا لا ما خديتش مكانك وما كان حتى جزائري. انا كنت الجزائري الوحيد واترفضت بايام الاوتيل، انرفضت مشان ريم غزالي وقالوا لي انه هي مرقت على ستار اكاديمي يعني مشان اختها. كاين ستار اكاديمي. اسمحوا لي اني اقدم مقطع موسيقي. بيان سور يشرفنا وسمعنا صوتك الحلو يا سيدي. عدو ولا على شو؟ كيما حبيت، خذها على الله ولا قتلوني عيون السود يا ليل المال حدود، قتلوني عيون السود. الله عليك. بني عم تكبر من يوم اليوم، زهرة مزروعة دروب الضوب، خوفي يا سنين. نعم. وين راح؟ راح. حرام. انقطعت المكالمة مشاهدينا. ريم تلمى كان لها الفضل الكبير لدخول ريم غزالي. انه مش هذه ثانية راني نكذب فيها، هذه ثانية راني نكذب. شكون اللي صرح؟ انا نو جامي ما قالتها لي انا رولا. يا اخي انا دارسة ومتخرجة وعندي ماستر وقارية ودارسة ومخلصة والدكتورة تاعي على الطريق الحمد لله وكثر خير الله. رينج روفر. لا ما كاش رينج روفر. يعني وبعدين شو جو كومبخون با. لا عيب يعني هذه التفاصيل يعني هذا الحكي. لا نقاش نقاش. لا هذا مش نقاش، هذا حديث يعني مش دون مستوى. انا دون المستوى. لا لا ما لا يعني انا دون المستوى. لا لا سامحني وصلت يعني انا دون المستوى. يا اخويا خذها كيما حبيت.
كنتك حاب تقلقني انا ما تقلقني يعني لا 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 سامحني يعني انا انا ما تربيت بهذه الطريقه يعني انا مو مربي لا 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 يا اخي يعني هذا الكلام انت مسؤول عنه يعني انا مانيش نحكي في هذا الكلام انا نهضر على نفسي وما تحكيش كلام عفوا مشاهدينا اعتذر على انها باعت الجزائر غيرت الجزائر يعني بدلت واش واش غيرتها الحمد لله حامله باسبور خضر ما عنديش انا دوب ناسيوناليتي يمكن تحملها انا ماشي حاملتها ولو يفوا غيتي لا الانترفيو عيب باسبور احمر ما عنديش باسبور احمر يلا وبعدين با نحبسوا الانترفيو باسكو ما جو ما نكملش هذا هذه قله احترام انا بالنسبه ليا تقلقت ريم كما خربوا لها في جزائريتها وغادرت الاستوديو طيحت دمعاتها الغاليين ريم يا اخي وقلت خلطه الحاله جريت في بلاصه محمود حتى يرجع ريم ولا الفيلم تاع الاشباح روح بسرعه ولا غير هذا هذا اصلا خطره مرضت فيه وحده طاحت لنا هنا لا لا هو هو اللي ما كان والو ما كان والو يا ودي زهيده قلت هضرت مع زهيده قلت لها باللي لا حطوا للت الاستوديو هذا مسكون ما قالوا لكش والله لا رجفني هذا هذاك جوغي تو تاكسيبتي وي سيبوني من على بالي شوين بس يقول بعت الجزائر وي ولو شوفوا لي وانا لاني بكيت وهذه يعني ما درتش غوتوش دوك سيدي خرج لناكش الجن هاي طفوا الضو ولا صح مسكونه طفي الضو حرقوا لهم لي كاميرا كاع هاي خليني نروح الله العظيم الجن راهو سمعك يا ريم وراهو خارج اصبري اصبري برك زهيدة تفضو يا غير اه يا ريم كنت متأخرة بزاف بعرفتي بلي نقاش جريء ما كان إلا كاميرا خفية اسمها رانا حكمناك بس عرفنا تاني بلي ريم الجزائر بزاف عزيز عليها وما في بيان بيجي نهار مشاهدينا ما راناش في نقاش جريء مي بروغرام رانا حكمناك وحكموني نقولكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم